نحن اليوم في معاهد جرابلس العليا تابعة لجامعة غازي عنتاب. بدأنا بمذاكرات الفصل الأول للعام الدراسي 2023 و2024. طبعا نحن في المعاهد لدينا 10 أقسام. هذه السنة فتحنا القسم العاشر وهو غرفة العمليات أو تقنية عمليات، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي هي الأفرع الطبية مثل القبالة، الإسعافات الأولية والعاجلة، التمريض والمعالجة الفيزيائية، بالإضافة إلى برمجة الحواسيب، الإلهيات، الخدمات الأمنية والترجمة والثروة الحيوانية والزراعة. نحن نسعى من خلال افتتاح هذه الأفرع إلى تلبية حاجة المنطقة بشتى أنواع الأفرع والأقسام لكي تلبي الحاجة الماسة في المنطقة. علي شيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف عن نفسي صلاح الدين علوش، من طلاب الإسعافات سنة أولى، قسم الإسعافات سنة أولى في معاهد جرابلس غازي عنتاب في مدينة جرابلس. نتكلم أول شيء عن موضوع اللي جاية، اللي نازلين من مسافات بعيدة أكثر من 35 كيلومتر. هي صعوبة في هذا الشيء برغم أنه الجو كان اليوم ممطر وتأخير في المواصلات كان في هذا الشيء، وجينا والأسئلة المراقبة يعني كانت حلوة وشديدة بنفس الوقت. يعني اللي تعبان دارس بيلاقي هذا الشيء، واللي ما تعب وما درس ما بيلاقي هذا الشيء. وبنفس الوقت كانت في يعني المدة قصيرة مثل في أي أحد المواد مثلا، والأسئلة مكثفة جدا جدا جدا. يعني السؤال مكثف عبارة عن 8 فقرات أو 9 فقرات مثلا، وأسئلة يعني تجي 10 أسئلة صيغة يعني كبيرة كبيرة كتير على الطالب. أنا هذا رأيي الشخصي، أنا أحكي عن رأيي الشخصي باعتبار أنه لساتنا في خطوة بدائية في هذا المجال، يعني سواء تمريض أو إسعافات أو برمجة أو فيزيولوجيا أو أي شيء يعني. فهاي الخطوة كانت يعني فيها كثافة الأسئلة كتير كتير كتير، والمراقبة حلوة والدكاترة ما حدا قصر إن شاء الله يعني، وكانت كلها تمام 100%.